كوكو بنات، سلام، صباح الخير عليكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مهم كيف ما ديما ولا عندي روتين معتمد، كل شيء في الباربيكيو، ما كاينش البوطه. انا غادي نصايب معكم اليوم واحد لازانيا، يعني لازان غنديرها حتى هي في الصراحه في الباربيكيو. طيب مليش كيعجبني ندير تحديات بحال هكا، فمحتاجين ليها صوص بولونيز. غادي نحتاج لصوص بولونيز، طبعا معروف كيتصايب بالخيزو وبصل، يعني حبه الجزر حبه البصل، غنحتاج نفرموهم مزيان مزيان مزيان. محيحين على الصباح، طحنوها. كيف كتشوفوا غننزل مازال هاد الشيء ونعاود طحنه اخرى وندوز نكمل معكم باقي الوصفه. صراحه اليوم قلت لها كيما قلت لكم طلع لنا كلشي في راسنا، فاليوم حنا دايرين، كنا غنديروا غير لي بات عاديين او سباكيتي، ولقيت لازانيا عندنا بزاف، قلت علاش ما نديرش لازان، ودايرين معاها غير بغوشة ديال الدجاج. غادي تشوفوا معايا باقي المراحل شنو غادي يكون في الغداء. انا بعد ما وجدت الصلصه او الدول ديالها، لان الصلصه هذيك غير مكونين كيكونوا في الصوص بولونيز. هنا غادي ناخذ الكفته. هذه الطريقه ديال الصوص بولونيز كتهني كتجي ساهله، كتخلطي كلشي في مره، يعني الصلصه هذه اللي غنصايبو كيكون فيها هذاك الخيزو، كيكون فيها هذيك البصله والكفته او ميم طون، يعني ماشي كنديروها بحال الباتا بيشاميل اللي كتكون بال شو هاد المصدعين غادي كيلعبوا نلعب البصل ديالهم وهو كيتهايبر عليها. الوغ هادي كيكون فيها كلشي مخلط، ماشي بحال الصوص اللي كنديرو في لي بات العاديين او السباكيتي كتكون الكفته بوحديتها والصوص طوماط بوحديتها وداكشي. هادي لا وسهله صراحه. هنا بعد ما كتسخن عندي المقله غادي ندير شويه زيت زيتون وغندير الكفته. ديما زيت الزيتون خليوه حتى تسخن المقله مزيان عاد حطوه. فوالا، حاولوا دائما هذه الكفته تفركتوها ما تخليوهاش مجموعه، يعني راكم عارفين الكفته ديال الفرق كيفاش كيكونوا. غنجيب غير واحد الطريز ديال الثوم حتى نزيدو. انا هنا ما دايرش بزاف الكفته، داين مازال بغوشات ديال الدجاج ماشي مادام. نحاول غير نبسطها يا يعني بيتكم كيبان ليكم. اوبس، حيد الكاميرا حيت كنت مقربه عند البوطه باش تقدر تحطو في المقله. فوالا، كتبقاو بالطريقه حتى كتفتشوها كامله كتولي مفرطه، يعني مفرقه مكتبقاش مجموعه. قصر على النار باش نحتاج شويه وانا كندير، ونرجع ليكم بعد ما نقدوها. شوفوا معايا البنات، بعد ما كتفرطت عندنا الكفته كتاخد واحد اللون هكا كراميليزي كيكون شويه مايل للاشقر. غنجيبو ديك الصلصه اللي صوبنا ديال الجزر والبصل طبعا الكفته عندي اصلا فيها التتبيله ديالتها لان هذه اللي بقات مني شويه من البار. فانتم الا كنتو دايرين كفته ما فيهاش لقامه راه ماشي مشكل، حيت غتعاودوا ديروا دابا لقامه لكل شيء. اوكي، ف غير نتوما راه باقي ما زدتهاش. ونخلطوا غير يتصهد عندنا داكشي. فوالا البنات، هنايا راه نضفت الثومه كيف كتشوفوا، يبقى لكم اختيار لو بغيتو ديروها يعني تهرسوها اولا تحكوها. انا كنجبد الثومه بعد المرات هكا صوصو في لي بات. فوالا، نخليو هادشي دابا نزيد شويه على العافيه. نجيبو شويه فلفل اسود وشويه ملح. هنايا فلفل اسود، يبقى لكم اختيار ديرو فلفل اسود العادي، انا كيعجبني هذا النكهه ديالته قويه. مزيان، حيت هادي ما غيكونش فيها بزاف التوابل، ملح أو فلفل أسود صافي، لي بغا شويه من ديك الحار يديرو ملح. أوكي، حسب الكمية لي نتوما عندكم حسب الطوف. نخلط مزيان ونضيف صلصة طماطم، وها هي غتكون صوص بولونيز واجدة عندنا. ولا أسهل صراحة، كتعجبني أنا هادي سهلة. طبعا عندكم حبق ضيفوه. أنا البنات هداك لي جبنا شحال هادي وريتكم، هذا ما جانيش ديال ما فيهش الريحه، وما جانيش هو باعو لماما على اساس ديال الماكله، انا ما جاني فيه حتى شي ريحه، والورق ديالو كيف ما شفتو هكا قالت لي ماما كون قلتها ليك واش شفت زعما اللي لقيتو. قلت لها هذاك اللي شريت اللاقوم ديال اللي كتزيني به الدار باش تعطيك الريحه، هذاك هو اللي فيه الريحه. قلت لها واش نغسلو مزيان بالخل وهذا؟ قالت لي لا لا، ما تحمليني مسؤوليه. قلت لها صافي بلاش،
قالت لي كون قلتها لي البارح كون شفت هذاك الدري اللي حدانا هنا واش عنده. قلت لها مانيش انا كوثر اختي كتجيب الحبق كيكون راكم عارفين الحبق اللي كطيبي بيه. قالت لي ديري هذاك ديال الميريكان اللي بودره. قلت لها لا بغيتو فخي زعما يكون هكا فخي ماشي هكا طري ماشي ناشف ماشي يابس. الوغ قلت لها كيكون الورق ديالو شويه كبيره يعني وكتكون الريحه عافيه فيه يعني الورق ديالو بحال البيبي سبينيش بحال مبينين. هادو صغيرين الوريقات ديالو ما فيش الريحه. درتو داك النهار معاك درتو نيت داك المره فشي حاجه وما عطاش المذاق ما عطاش الريحه ما عطاش النسمه. سول عندكم الحبق طري ديروه. انا ما غنديرش البودره ما كيعجبنيش انا باغا الحبق حبق. هنا صوص طوماط ها هي غتشوفوها في كاسرونه حيت البنات هادي راه اوريدي فات الثومه غادي ندور غير داك القشر نخويو هنا صوص طوماط حيت كانت في الفريجو فذوبتها شويه باش تجيني ساهله. ناخذ ديك الثوم شوفوا ها انتما صوص بولونيز كتجي خطيره صراحه. انا شحال هذيك كنت كنديرها قرعه القرعه ما كتكونش في لاصوص بولونيز. انا كنت كنديرها كندير خيزو قرعه وبصله هي صراحه البنات هاد الصوص ممكن تعتمدوا حتى في البيتزا حتى في شي حاجه الفطائر وهذا اللي كتكون فيها طماطم ودخلها معها البصل وخيزو هذا كتجي بنينه على الا استعملتي صلصه الطماطم بخيطه. صافي دابا غنخليها غير توقف عندي مجرد ما توقف عندي تشرب داك الماء كامل اللي فيها ونرجع نمشي في هاد الاثناء هادي نصيب البشاميل. البشاميل الصباح اللي عطيتها لكم شحال مره ما كايناش نعاودها نطول بها الفيديو راه ولات كتبقى جاهزه ولا دابا كلشي كيعرف يصيبها جوبونس ما محتاجش انني نعاود نطول عليها الفيديو ف ميستر. ونعاد نصوب بقيتي نشربها دابا 12 هادي ونص صافي يكون عندي جاهز كلشي باش ان فوا يقرب بابا يجي عاد ندير الباربيكيو تشعل. انا غتحتاج واخد ليا واحد بين 35 مينوت هكا حتى ل 40 مينوت فهمتوا فخاص يكون الفاخر واجد كلشي واجد. لازانيا اللي غنستعمل انا اوريدي كتكون طايبه ما تحتاجيش تغطسيها في الماء راه ولات حاليا كلشي كيشري هذه ما كنظنش باقي شي حد كيشري ديك اللي تغطسيها في الماء وعاد تحطيها فولات كتجيبها جاهزه مباشره كتستعمليها ما كتحتاجيش تغطسيها. انما فاش قريت في البواطه لقيت كاتبين ديري فيها شويه الماء باش تكملي البيريكس خوي شويه الماء في البيريكس باش يعاون على هذيك لاباط طيب. انا ما نوقحش هذه بزاف ما نخويش الماء نخلي هذاك الماء اللي في هذه هو يعاوني طيبها اوكي باش ما تجينيش باسله. الماء ما جانيش انا نخوي في البيريكس نحط لي صوص نحط كلشي وندير شويه الماء. قال لك يعني مقدار دير واحد نص كاس هكا حتى ل 200 هكاك ديال الماء. انا ما نديرش الماء نخلي هنا هذه غادي غير توقف عندي شويه ونحبس يعني هذاك الصوص اللي هنايا فيه داك ديال المطيشه هو اللي يكمل لنا الطياب ديال هذيك لي بواط بلا ما نحتاج انني نضيف الماء. داكشي علاش قلت ماما متوكحيش ليا المطيشه بزاف غير تدفى شويه تسخن باش تجيني ساهله انني نضيفها على هذه الخلطه لانني محتاجه انها توقف وهي كطيب باش ما تحرقش ليا لازانيا باش ما تجيش قاصحه وتكون طيبه يعني طيب في هذه الصلصه. وصافي ها هي الصلصه واجده نطفي عليها جوبونس هكا مزيان حيت حنا محتاجين ديك الصلصه طيب فيها كلشي وصافي. يلا غتبعي اولا يلا غتابعني وبغا تعرف كيفاش كندير انا هذا. بصراحه كنت كندير الطريقه القديمه ديال ديري الحليب وديري سميتو عاد كديري الدقيق كتكوني مخلطه مع كاس الحليب ولات كتجيني هذه السميه بخاتيك ساهله وانت كتحكمي في القوام ديالها. سو كديري نفس كميه الدقيق نفس كميه الزبده يعني درتي 30 غرام ديال الزبده غديري 30 غرام ديال الدقيق كتخلي الزبده حتى كتذوب كتضيفي عليها داك الدقيق كتخلطيها هكا حتى كتبان لك لاباط بدات كتنشف بحال الباطاشو عاد كتبدي تضيفي الحليب بالتدريج حتى كتحصلي على القوام اللي انت بغيتي ثقيل خفيف وكلشي. من بعد كتنكيها بهارات اللي هما البهارات السبع على راس الحانوت او بزار وملحه ما بغيتيش ديري راس الحانوت ديري ملحه ديري بزار وصافي. ودابا خليوه يمشي كمل انا خاصني نكون شاده وكنحرك وانا شاده ايد ما جاتش تيبي فباش نوريكم على السريع يلا باش ما يبقاش بكم حال انني ما عطيتكمش البيشاميل. انا البنات انا كيفما هنا هنا كيف كتشوفوا ها نتوما انا هذا هو القوام اللي بغيتو حيت انا غنديرها في باربيكيو بغيت نخليها هاد المره شويه ثقيله باش ما تفرديش ماشي بحال الفران كتكوني متهكمه في المسائل. طبعا نتوما كتبقاو تضيفوا في الحليب وتحركوا حتى كتبان لكم بدات كتعقد وكتشوفوا القوام المناسب اللي نتوما بغيتو. المهم انا حيت كنت كنهضر معكم كنصور قال لي فيها شويه حتى كتولف كنعاونها نمشي نصايب قهوتي ونشرب قهوه ونصحصح اكثر وندوز صافي ندرسيها في الطبق اللي غادي نطيبها فيه وصافي. طبعا انا غنضيف ليها ملحه وبزار ما عنديش انا وقع راس الحانوت باش ما تخسرش ليا النكهه ديال لاصوص بولونيز اوكي. يلا هي دابا غادي نصايب لازانيا على فكره البنات هادي راه مكتوب فيها حتى الطريقه اللي ما كيعرفش راه يقدر يقرا البواطه راه مكتوبه بجميع اللغات كتلقاو الطريقه مكتوبه
يعني نشرح لكم شنو نديرو بالتفصيل. بلات انا غندير هذه ديال ويلتون يا ربي ما يتلزق ما تحرق ما والو، حيت قلتي لا درت البيركس ديال الزاج عرفتو شحال مره طاب داك الماء ديال القهوه، باقي ما ساليتش ندير قهوه حتى جمعت الكوزينه ما كنحملش نخلي الروينه، نبغي اي حاجه ساليت بان نغسلها في البلاصه. الوغ قلت لكم خفت ندير ديال البيركس ديال الدجاج مع السخونيه ولا الحراره تطبق، حيت واحد المره كانت وقعت ليا ديال البورسلان بقات مع الحراره تفركعات في البوطه، فباش ما نغامروش ونسقف شي ما واكليش لازاني ما واكلين حتى شي حاجه غادي ندير هادي. غادي نستعمل غير ثلاثه، يعني ثلاثه الصفوف فهمتوا، كنتسنى ماما تجيب ليا الفرماج حيت لقيت الموتزاريلا بقى عندي غير شويه، هادو راه كيكونوا محتاجين طيبين. اول حاجه ضروري كديري دهنتها شويه زيت زيتون طبعا، غادي ديري اول حاجه الصلصه ديال الطماطم هي الاولى، انا كندير طريقتي ما محتاجش انني ندير وهي نفسها تقريبا يعني ما كاينش من غيرها. هنا كتوزعي غير الصلصه ديال الطماطم مع شويه ديال البيشاميل. اوكي بديتي نجيبوش البنكه نزيدو بها البيشاميل باش كنديروا لا باز اللي غادي نحطوا عليها، كاين اللي كيدير غير طماطم كاين اللي كيدير غير بيشاميل، انا كنفضل نديرهم بجوج باش ما تحرقليش مطيشه وتبقى بوحديتها. هنا كيف شفتوا البنات غنحاوش انا نوصل حتى لهنا، حيت انا عندي غير ثلاثه شرائح وكل ثلاثه غنشوف ديك الساعه واش ندير في اربعه طبقات ولا خمسه ولا على حسب الحشو على حسب كلشي، حيت كل واحد كتحطي ليه وحده بحال هكا. الوغ انا وبابا وماما كافيه هاد البلاصه اللي انا درت، خلي مساحه بين كل وحده وحده باش طيب لي مزيان من جوانب كاملة. اوكي هانتوما شوفو مطيشة شحال تلقى ديال الما، هداك الما هو غطيك فيه سو متخافوش. شتك ما تلقايش الباريزون تلقاي كاع ما عارفينش الشغل ما تلقايش بيان سيغ، مازالكم مشيتي ل حتى هاد بين ما نضوش يكونوا جايبينو، المهم انا نرجع معكم نحك الفرماج ونشي. غادي ندير هنايا طبقة فيها هكا مطيشة ضروري، غديرو هادشي نفسو فيهم كاملين وغندير بشاميل أو فرماج ونعاود نفس الطريقة طبقات بحال هكاك، حاولو غير توزعو داكشي باش توصل. ما قالت بينات ثلاثه الطبقات كافيين البنات، ولكن انا نشوف على حسب شحال عندي ديال الحشوه غادي ندير، حيت راه ما كتقديش تكملها الا كثرتي الطبقات. هنا البشاميل هاي بدات كتعقد شفتوا دغيا فيت في هكا شويه باش ما تجيناش ثقيله بزاف، حيت مازال غادي ندير فرماج. انا ما كنكثرش حيت ما بغيتش تكملها، حيت حنا دايرين مازال شي حاجه ما دايرينها غير الغدا ما دايرينهاش العشاء. وبنفس الطريقه طبقه 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 شفتوا تعاودوا نفس العمليه تكررونها. دونك غنكمل بنفس الطريقه ونتلاقاو باش نوريكم الشكل ديالها، وخاصني نمشي نشعل الجمر باش يلاه يلاه نوجد الطيرات وداكشي راكم عارفين. قهوتي باقا ما شربتها. نفس الطريقه البنات غديروا فيهم كاملين نجم شتو ممكن فيها الكتاب اللي فيها كلشي. هذه ما قلاش جبني خليتها بعيد بزاف مع شويه مازال هنا هنا كيف كتشوفوا صافي دابا هادو اخر طبقات. هنا راه كاينين ثلاثه كيف كتشوفوا شو كيبان لكم، والطبقه الاخرى دائما كنديروا فيها حتى شي حاجه، كنديروا فيها اما صوص طوماط مع شويه فرماج اما شويه بشاميل مع فرماج، ديما الاخر ما كيكونش فيها الحشو. دونك انا ما بقاتش ليا صلصه الطماطم غندير بشاميل والفرماج. وهنا كيف كتشوفوا الطماطم راه هي هبطات الماء ديالها بلا ما نحتاج انني نضيف الماء عادي، داكشي علاش قلت لكم ما توقعوش مطيشه بزاف باش هذاك الماء اللي غيبقى فيها هو غيطيب فيها.
تما البنات شفتوا شحال القد ديال الماء دابا؟ هذا الماء هو اللي غطيب فيه. دابا غنحطها نغطي عليها نخليها طيب على مهل بط غير من العافية. البنات هنايا راه حنا موجدين البروشيت ديال الدجاج وغنديروا معاهم فليفله هكا وبصله في القطبان غادي نشويوهم وصافي. خوتي عاد غادي نشربوا تخيلوا وصافي. انتما معايا نخليكم مع باقي صور او باقي فيديو. الباربيكيو انتما الحراره فين وصلت 200؟ شوفوا هي بدات كتغلم. هنايا نسيت دابا كلشي ما راحتش. نعلي النار هاي صافي بركه طابت. ولكن باش نحمر لها الوجه غادي ندير هكذا ناخذ شويه شنو نحطو فوق الصينيه ونحطو من فوق منها شي ديال زمان ما مالك على حالته ممكن تلقى عندو شي وختي ما عندها ما يدار الواحد شويه صو هكا نحطو هنا. طبعا ما يكون شان يكون خليهم من فوق منها باش نحمر ماشي نكيس التليفون ونتشاف راسي شاد التليفون بيد وكنخدم بيد والعافية. عمرك شفتي حدا هكا دير بحالي كنغامر صوت جبت تريبي باش نخدم نتحكم في كلشي. فوالا دابا شنو غادي ندير؟ باش تحمر لينا الوجه نصوت شويه راه نو هي جبتي كيغدير الزهره بيد وحده كتعرفي ملي كتكون ايد وحده التركيز كيكون لا دابا هاد الايد يلا شتو ويلي اش كنشد انا كاع يلا المهم نخليها بحال هكا باش تحمر لي الوجه. قالت لي واش علي فران؟ قلت لها لا كديره دايره ندير باربيكيو نكمل في الباربيكيو. انا بغيتو تحمروا الوجه ما تقدروا تحطوها هكا اللي جات ونفكر هضر ماشي طاكتي صافا سيدنا. شوفوا شوفوا قالت لي ماما هادشي اللي كانوا بكري جدا قالت لي كدير وداكشي. قلت لها حاجه ام الاختراع ما كانش بكري داكشي. قالت لي سيري لالي شوفوا هانتوما شوفوا المنظر او يم يم. نزيدو غير جمر هنا باش تحمر لينا من الشي تقيلين صافي البنات كانت هادي هي غديوتنا وكانت هادي هي لازانيا اللي طيبت في الباربيكيو اولا فوق الشوايه طبعا جات غزاله البنات كانت غتحرق لي غير واحد شويه من التحت انما راه طيبه وما نقولش لكم هي هادي كلشي فيها تبارك الله غزال. دونك نشوفكم في الفيديو الجاي ما تنساوش تخليو لي لايك تقولوا لي كيف جاتكم. يلا باي.